الرضا معنى روحاني كتب عنه كتير، واللي كتب عنه صالحين تذوقوه، والناس اللي ليها فلسفة في الحياة وفي العلاقة مع الله دايماً يكتبوا عن مستويات الرضا. وأصل الرضا مش بيكون عن الأحداث، أصل الرضا بيكون حالة من الطمأنينة للرب خالق الأحداث، إن أنا مستحيل أضيع في وجود حكمته ورحمته وعلمه بحالي. فكل ما العبد يتعرف على الله، كلما يطمن لله فتسكن روحه تحت مجاري الأقدار. ويتسأل الحسن البصري: من أين أتي الخلق؟ يا ناس تعبانة من إيه؟ قال: من قلة الرضا عن الله. قيل: ومن أين تأتي قلة الرضا عن الله؟ قال: من قلة المعرفة بالله. كل ما تعرف ربنا، كل ما تطمن له، كل ما تطمن لأفعاله اللي هي أحداث الحياة. ومن ضمن تعريفات الجميلة للرضا، لما سئل سيدنا يحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول: إذا أعطاني الله قبلت، وإذا منعني رضيت، وإذا تركني عبدت، وإذا دعاني أجبت. إذا أعطاني قبلت، سواء كان العطاء ده أقل مما تتوقع أو أكتر مما تتوقع، وسواء كان عطاء مادي في المقتنيات أو الأموال، أو عطاء معنوي في العبادات والمعاني، ما دام أنت سعيت وتعبت يبقى من الرضا قبول عطاء الله سبحانه وتعالى بعد سعيك ده. الكلام ده في الأشياء المادية وفي المعاني، حتى العبادات، في عبادات مفتوحة عليك فيها دلوقتي وانت بتسعى لها، وعبادات تانية واحدة واحدة بتحاول تسعى ليها ولسه لم يفتح عليك فيها، فكمل سعي وانت راضي. بعض أصحابنا يبقى عامل حسابه يكسب 100 في تجارة معينة فيكسب 80، فتقول له: أخبارك إيه؟ يقول لك: والله خسران 20 مش كسبان 80. وده عكس معنى قبول العطاء بعد السعي. ساعات تسعى في شغل مثلا معين، فتجيلك فرصة عمل معينة بعد جد وبحث منك، ارضى بيها وانت فيها، اسعى للي نفسك فيه، بس ارضى باللي جه بعد البحث والسعي. ساعات مثلا ترزق بأخلاق معينة في أهلك أو ناس محبين، اسعى لتغيير الأخلاق اللي بتضايقك دي مع قبولها بعد سعيك. ده شكل وأخلاق عيالي بعد اجتهاد وتربية اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لي، فالحمد لله بعد اجتهادي. ولسان حالك هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. يبقى إن أعطاني قبلت بعد سعيك واجتهادك، وإن منعني رضيت. سيدنا ذنون المصري بيقول: ثلاثة من علامات الرضا: ترك الاختيار قبل القضاء، أنا سايب نفسي يفعل بما يشاء وأنا بسعى، وفقدان المرارة بعد القضاء، إن بعد ما يمنعني من حاجة نفسي فيها ما حسش بمرارة تجاه ربنا، ثم هيجان الحب في وسط البلاء، حتى في البلاء بحبك يا رب. وسر الرضا إن منع ربنا أي شيء عنك هو منع الطبيب الخبير الذي لا يمنع إلا لصالح من لجأ إليه. عشان كده الإمام الخطيب البغدادي في كتاب المنتخب بينقل أثر إلهي أن الله أوحى إلى بعض أنبيائه: أن إذا أتيتك رزقا مني فلا تنظر إلى قلته، ولكن انظر إلى من أهداه إليك، وإذا نزلت بك بلية فلا تشكني إلى خلقي كما لا أشكوك إلى ملائكتي حين صعود مساوئك وفضائحك إلي. فهو قال سيدنا يحيى بن معاذ: إذا أعطاني قبلت، وإذا منعني رضيت. طب التالتة؟ قال: وإذا تركني عبدت. المعنى ده على فكرة لا يدركه إلا مفتوح عليه زي سيدنا يحيى بن معاذ. عارف يعني إيه إذا تركني عبدت؟ يعني الأيام دي مش نازل عليك من الله خشوع وإقبال، هصلي برضو، هعبد برضو، لأن القيام بين يدي الله في الصلاة هذا مطلوب الإله، وبحثي عن اللذة والخشوع ده مطلوبي أنا، وأنا هنفذ مطلوبه حتى ولو لم ينزل علي الخشوع. إذا تركني عبدت. وسيدنا أبو عثمان الحيري بيقول: منذ 40 سنة ما أقامني الله في حال فكرهته،
وما نقلني إلى غير فسخطته. مطرح ما تحطني أنا راضي يا رب، مننت علي بالخشوع هعبد، ما كنتش خاشع برضو هعبد. هعبد في المرض وهعبد في الصحة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل الأحوال. فإذا أعطاني قبلت، وإذا منعني رضيت، وإذا تركني عبدت، وإذا دعاني أجبت. يعني إذا دعاني لعمل الخير وغوث الناس، فأنا عارف إن المحتاج اللي ربنا حطه في طريقي ده نصيبي اللي ربنا بعته لي وبيدعوني لإكرام هذا المحتاج. فمن الرضا بعطاء الله الرضا بالمحتاج اللي ربنا بعته، لو كان في القدرة وميسور إن أنا أكرمه، ولو ما قدرتش أكرمه أرده كما كان يفعل سيدنا رسول الله بميسور القول. ولسان حالي: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يمكن حياة قلبي في إكرام هذا المحتاج الذي وضع في طريقي ونادى الله علي حتى أكرم هذا الإنسان، وإذا دعاني أجبت. فاللهم يا رب افتح على قلوبنا برؤيتك في كل أقدارك، وأذن لنا بالرضا عن كل أفعالك، وبعثنا يوم القيامة في زمرة المقربين من عبادك. Thank you.